نجح الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مدير الفني ياسر صلاح في الهيمنة على كافة البطولات خلال الموسم المحلي الحالي 2018-2019 وحصد العلامة الكاملة بتتويج بأربع بطولات، وهي بطولة منطقة القاهرة، دوري العمومي، كأس مصر، دوري السوبر. الأهلي نجح في الفوز على كل منافسيه بكل البطولات، لم يتلقى سوى هزيمتين، كانت الأولى مفاجأة أمام المعادي في الجولة التاسعة من الدوري، أما الثانية فكانت تحصيل حاصل أمام الشمس بنهاية دوري العمومي بعدما كان الأهلي قد ضمن التتويج به. سيدات المارد الأحمر بدأنا الموسم بخوض دوري العمومي رفقة 14 فريقا آخر، واستطعنا الفوز بالدوري بعدما حصدنا 80 نقطة بفارق نقطتين عن نادي الشمس الوصيف. الطريف أن الشمس كان بوابة الأهلي للفوز بكافة بطولاته هذا الموسم، فالأهلي تسلم دوري العمومي في آخر لقاءاته والتي كانت أمام الشمس، وفاز بها الأخير في مباراة تحصيل حاصل بنتيجة 28-27. توجت سيدات الشياطين الحمر بلقب بطولة منطقة القاهرة على حساب الشمس أيضا بنتيجة 32-25، قبل أن يفوزن عليهن من جديد في قبل نهائي كأس مصر، ثم الفوز على نادي الطيران في النهائي بنتيجة 35-14. أما آخر الألقاب فكان دوري السوبر، ونجح الأهلي والشمس في الفوز على كل منافسيهم وهم المعادي، سموحة، الطيران، سبورتينج، قبل أن يلتقي الثنائي في لقاء يتحدد على أثره بطل المسابقة ليفوز الأهلي بنتيجة 28-24. الأهلي هو الذخيرة الحية للمنتخبات الوطنية على صعيد الشابات والناشئات، فبالنظر لأقرب حدث دولي شارك به منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة مواليد 2002، فسنجد أن لاعبات الأهلي هن اللائي قدم الفراعنة لحصد برونزية بطولة البحر المتوسط التي أقيمت منذ أيام بدولة الجبل الأسود، كما حصلت لاعبة الأهلي رحمة محمد ومنة الله سيد على جائزتي أفضل لاعبة وأفضل حارس مرمى في البطولة.